حققت مملكة البحرين إنجازا آخرا على الصعيد العمالي يعزز مكانتها على الخارطة الدولية، حيث تم انتخاب المملكة عضوا أصيلا في مجلس إدارة منظمة العمل الدولية ضمن فريق الحكومات للدورة 2017-2020، وذلك في الانتخابات التي جرت خلال انعقاد الدورة 106 لمؤتمر العمل الدولي المنعقد حاليا في مبنى الأمم المتحدة بجنيف، ما يعكس المكانة والثقة المتنامية التي تتمتع بها البحرين على الصعيد الدولي، إلى جانب تقدير واعتراف الدول الأعضاء بالمنظمة بجهودها ومنجزاتها الواضحة في المجال العمالي. يأتي هذا الفوز المشرف بعد أن أثبتت البحرين قدرتها من خلال عضويتها بصفة عضو مناوب عن الفترة السابقة المنتهية لمجلس إدارة منظمة العمل الدولية 2017-2014، حيث اكتسبت المملكة خبرة من خلال تعاملها مع القضايا العمالية الدولية، مما عزز مكانتها وسمعتها عالميا وحظيت بثقة المجتمع الدولي، الأمر الذي أهلها لهذا الفوز بمنصب العضو الأصيل في أكبر منظمة عمالية دولية. قد حصلت البحرين على التأييد الكامل من كافة الدول الأعضاء بمنظمة العمل الدولية للفوز بهذا المنصب الأممي لدى منظمة العمل الدولية. وأكد حمدان أن هذا الإنجاز جاء ليعكس دعم القيادة الحكيمة المستمر لأصحاب العمل والعمال في مملكة البحرين، خاصة في ظل ما تحقق على صعيد تحقيق وتعزيز المكتسبات العمالية منذ تدشين المشروع الإصلاحي الشامل للملك المفدى. وفي هذا الإطار دعا سعادة الوزير أطراف الإنتاج الثلاثة في البحرين إلى تعزيز التعاون القائم بينهما من خلال المرحلة المقبلة لتكريس الحوار الاجتماعي للإسهام معا في خلق بيئة عمل مناسبة تحفظ حقوق جميع الأطراف وتزيد من مستويات الإنتاجية بمنشآت القطاع الخاص وتعزز فرص الاستثمار، ما يساهم في توليد المزيد من فرص العمل اللائق للمواطنين في الشركات والمؤسسات.